هل الخضر نبي؟ ليس في الباب إلا قول الله تعالى: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. على من فسر الرحمة بأنها نبوة. واستدل القائلون بهذا أيضا بقول الله تعالى بقول الخضر: وما فعلته عن أمري. هذه حجج القائلين بنبوتها. أما القائلون بأنه ليس بالنبي، أول الرحمة في قوله آتيناه رحمة من عندنا، قالوا رقة، ليس المراد النبوة. قالوا: وما فعلته عن أمري، وما فعلته عن أمري لا تفيد النبوة، فقد أوحي إلى مريم أيضا، أوحي إلى مريم أيضا، أوحي إلى أم موسى ولم تكن نبيتان. فالله أعلم. أما الآية فوجد عبدا، وأما الحديث فوجد خضرا.